في وقت قياسي أصبح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أحد أنجح المدربين في القارة الإفريقية بعد ما قاد فريق سان داونز الحقبة الذهبية حقق خلالها دوري أبطال أفريقيا عام 2016 وتوج بكأس السوبر الإفريقي في العام التالي. ما كانش بيتمتع موسيماني بشهرة كبيرة في القارة السمراء لما كان لاعب، لكنه برضو ما كانش مغمور في جنوب أفريقيا، فقدم مسيرة مميزة ومثل منتخب بلاده في واحدة من فتراته المميزة بتسعينات القرن الماضي. بيتسو موسيماني هو أول مدرب أجنبي إفريقي يدرب الأهلي في تاريخ النادي، وقدامه تحدي كبير من أجل نجاح التجربة، خاصة في المرحلة المقبلة بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري. سبق والتقى موسيماني مع الأندية المصرية في 8 لقاءات، كان للجنوب إفريقي نصيب الأسد فيها بالفوز في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات وحسم التعادل المباراة وحيدة. حقق موسيماني أكثر من بطولة مختلفة بواقع 10 بطولات، منهم 5 دوري جنوب إفريقيا 2014 و2016 و2018 و2019 و2020، بالإضافة لـ2 كاس جنوب إفريقيا 2016 و2020. بدأ العمل في التدريب عام 2001 وقاد فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب إفريقيا، وحقق معاهم بطولة الدوري وبطولة الكاس وكاس الثمانية الكبار بجنوب إفريقيا لحد عام 2007، ثم تولى مهمة تدريب منتخب جنوب إفريقيا مرتين كمدرب مساعد وبعدها مدير فني من 2006 لحد عام 2012.